تعديت من ساحة الدار، تعديت من ساحة الدار ولا حسها ولا نبيه. وقفت خممت مشوار، وقفت خممت مشوار، وسقطت الدمعة بيمه. بابا فلاح وجدي فلاح، فلاح كبير. أما أنا ما خدمتش الفلاحة في صغري، معناتها في وقت أنا بنية ما خدمتش الفلاحة. خليت عليه نلقى روحي عندنا الخدامة في الدار في الصوبة، في تربيت مدلمة حافية عمري ما نمشي. أكبرت بطلوني من القراية أخواتي الأولاد، حب بي وصل. وفي التاريخ هذاك الجزيرة الكل أنا الطفلة الوحيدة في عمري في الجيل متاعي اللي دخلت المكتب. محمد صالح علي منجي عزيز، خمسة من أسماء النساء. منجية فلاحة مكلفة بهم، صالحة نجيبة، أمها هي المسؤولة على الخدمة، يقول لها ما تخدمش. أمها كانت مزيانة برشا. ليستوار لافريك فرانسيز دو نور كومبرون لا تونيزي لو ماروك. أما محموس قال لها مدام أنا ما قريتش والولاد ما وصلوش، هذه الوصيفة نقريها نقريها مهما كان. لي دو باسان دو لا ميديتراني. قلت لها أنا أخواتي ما حبوش يسكنوا في صفاقس وأنا نمشي في مكتباتي حتى أنا ما نمشيش. قال لي اقعد لا يجعلك قريت. بوري سالحة ني لو 28 فيفري 1933 كور مويان بروميير اني 1948 نوفمبر 47 سالحة بو ميو فير ديسمبر 47 ترافاي انسوفيزون جانفيي 48 إليف ميديوكر. هيك هو تغرمت بالفلاحة حتى كبرت وحتى عرست وتحولت لتونس العاصمة. سكنت غادي مع الراجل وجبت في تونس العاصمة سبع صغار وديما نغمش على قرقمة. نحب كان قرقمة أما البحر ما نعرف، ما عمريش حطيت سيق في البحر قد ما عشت طفل. مستحيل بشر نحط سيق في الماء المالح. قعدت 16 عام في العاصمة ورجعت على خاطر بي كبر وأمة كبرت ولاو محتاقين الرعاية. تحمست أنا خليت الرجل غادي وجيت لهنا قعدت بجنبه. أخرق لحظة في حياتي خرجت له قال لي شكون؟ قلت له صالح. قال لي نورت عيني اللي نعاشي بيه. اسمع نقول لك هاتي لك لبني نجي نقول لك اسمعني مليح اقرب لي. يستر حالك يستر حالك يستر حالك دنيا وآخرة أنت ودريتك. لكن من حليت عيني نلقى الدار هذيك محسوب دار جدي اللي هو فيها عايش بيا وامه واخوتي مكروه. علاش؟ خاطر بيا حماية فرنسيس. وقت اللي انا حليت عيني نلقى بيا في الحماية ما نعرفوش علاش دخل، ما نعرفش يقرب سوري، ما نعرفش شنو الاسباب. لكن اللي يعوق ولا يستحق حاجه يجي للبوري. أنا جيت من غادي الزنطة ما عندي شيء. نكري وقتها اللي يكري جاي لبغلة ولا بغل ب3000 في النهار. إلا نكري فيه ويجي يخدم لي تاع الزايلة. قال لي يا بنت البوري يسر عليك يلزمك زايلة. قلت ما عنديش باش ناخذ. وأنا ما عنديش ما عنديش. شجاب لي زايلة ونعطيه كل شهر 5000 حتى خلص. بشوية بشوية سلفني محراك. من بعد وليت تعطوني كريتة بزار بالكلمة بشوي بشوي وليت نخدم عليها أنا الزايلة في رزقي وقادة روحي. وليت عملت صانعة وزايلة في جرد زايلة حتى إلا تجي تموت ولا توقع حاجة بطلت الزوايا. خاطر أنا ما عطيش صحة باش نقاوم والصناع ما يمشيوش مليح. مادام لي عندي أرض ماذا بيا الكل منورها ونقدها كانها تجيب ولا ما تجيبش على الاقل تقعد نظيفه ومنوره. صالحه مش صالحه
هيك أرض خليها لي بيا وخليها لي جدي، يلزمني قدها ما يخليهاش تدمر كما البشر اللي ما يبدل شو ما يخسب شو ما يعمل شو ما يدمر. ما كان شك الجنان، كان معناتها يضرب به المثل في دمر الجنان تنجم تقول. توا كيف ولا للي وحدي انا بديت فعلا نعاود فيه، اما تحب لي فيه معناتها 4-5 سنين باش نكمل، خاطر نمشي بالبطء، ناوي نكمل نسجل الكل. هذه هي بقعة كرم وعنبان، وماذا بيا كل جمعة نجي عندي به غرام كبير برشا. حداش نتاع الليل نهز روحي ونتم جاي، نتمنى لو كان نجم نعمل تراكتور صغير أرضي الكل نقد. واحد قال لي علاش نتم عندكم نخلي برشا ما تعمل الشر فيا في البحر، قلت نخاف من البحر ولا عمري عفش. قال تولي تعرف اي قول عملت وفركت وتعبت، كي نجي ندخل الشرفيه نقيم معايا حد خاف، كي نجي ندخل نلبس حاجه في سيخ خاطر ساقي يرطب نلبس سبيدر ولا نربطهم بحاجه، وليت ما عادش نخاف، وليت نمشي وحدي. يا ساعات يبدا نو الماء يفيض برشا، نقعد انا حايره في يوم اللي كاش ندخلها، ندخل في ديسمبر احنا نقولوا ديسمبر لصمبر، ندخل المال هون منهم نهار دخلت وانا نجلس كي الفقرون وخارجه فما جوج رجال برا نخزر لهم اش بيهم واقفين، الدنيا مغيمه هكا والدنيا نو، خرجت خلي اخي تحب تموت مش تجيب اللوازم. كي نخرج من البحر في الشتاء ونخزر يبدا الفار خارج من لحمي، هذا ما يفش ندخل هكا يلزمني نشمر، وليت عملت كانوطة. قبل ما نعمل كانوطة مشيت نهار عندي 4 أيام ما دخلتلهاش قعدت مش نكلاطة، قلت أنا جيت كانوطة ما نعرفهاش شكون جبتها وقعدت نمشي نو، الدنيا مغيبة نو يخوف معناتها، والبحر هي مش بعيدة بعيدة يجي قول 400 متر 500 متر على عشر. مشيت وصلت غرست القريه وقعدت نتفارع انا والدرينا باش نقيم خاطر نعرف باش نلقى فيها حاجه هذاك النهار. فريت كان ظل هكا غمي على راسي نحسبه فرخ كبير طالع متعدي على راسي، قمت هكا نخاه خلع، قال لي هو انت؟ نخاه صاحب الفلوك، قال لي جيت تعمل وحدك؟ قلت له كلاني قلبي حبيت نزينه راش نلقى فيها، قال لي بالحرام انا راجل لا نجيها جاي لهوني بالمخادف ولا بقريه علاش عامله؟ وكيد ديك الموج يصفيك. باختصار وليت نغرسها انا بيدي نقص جريدي للنحي من رزقي ونربط حبل ونغرسها ونركزها حتى وليت نغرس عينيا مغمضه وليت نعرف وحدي. تعب هو بالنسبه تعبره، لكن تقعد العام 12 ما تفاش خلاص. الجريد هذا ينصبوه رئيس الرئيس وقت اللي يحط الجريده في البحر يقولوا رئيس حط الجريده في البحر، الجريد وقت اللي يحطوه بالصبع كما نقولوا احنا بالصبع على ساقه هكا يبدا ينصب كما هكا الجريده للجريده الجريده للجريده كما هكا معناها ما تخليش حتى شيء يتعدى، كان شيء ما يتعدى كان الماء. الشرفيه تتصنع بالجريد نتاع قرقنا بالخل نتاع قرقنا كل شيء من قرقنا فهمتني. والشرفيه هذه كيفاش الحوته كيفاش تحصل في الدرينه كيفاش تخلط للشرفية؟ تجي الحوتة وتجي تبدا تبع في التيار كيما هذاك يعرفها ياكل هاك السد نتاع الجريد بالنزحة مش تخرج مش تمشي اللعوب تبدا تلعب الطيار ايش يعرضها؟ يعرضها الجريد تبدا تبع في الجريد تبع في الجريد حتى لين توصل للدار دخلت الدار شو مقابلها؟ كان الدرير ديما فما طريقة ديما حاجة اسمها تدخل ما تخرج تو كيما نقول الدار الكبيرة تصب وسط الدار الصغيرة الدار الصغيرة صعيب باش ترجع الحوتة وسط الدار الكبيرة بعد ما تدخل الحوتة للدار الصغيرة تولي تلقى الدراين وكيما الشرافي كيما نصبهم جدودنا كيما احنا مازلنا نعمل فيهم كيما هو والشرافي باهين برشا في البحر الشرافي ونسوا
حتى انسان يجي يرمي مخطف وعلى البحر ولا يجي كذا ولا يعرف البحر يقول انا وين زعما يقول انا بحث الشرفيه الفلانيه هاكو يعرف روحه هو ديجا وين وكل شرفيه عندها اسمها على اسم فلان ولا اسم على اسم واد ولا اسم كذا ديما الاشراف الكل عندهم يسميه كل شرفيه واسمها. يحدها قبلة العكروت وغيره وشرقا بن يونس وجوفا زرب الفرزة وغربا زرب القرندل وواد الميمون بتاريخ أوائل رجب عام 520. أنا بكل صراحة معناتها مهما كانت صيفتي أنا مرأة لكن المخ الحمد لله رب العالمين وأنا قشينة كل فتلة يا خانة شني جامتي بقينا الحمد لله رب العالمين الحال مستور مخي لباس ربي عاطيني اللي أنا والحمد لله فهمتي. أنا أول واحدة ركبت على البسكلة أول واحدة دخلت للسكولة اللي توا معناتها المكتب اسمه توا في التاريخ هذا أول واحدة في العمادة هذه ركبت تليفون. أنا أول ما تحصلت على ورقة الرئاسة في البحر في عام 79 واليوم لهذا نحن الله نشكره صحة وفاك لكن المخ الحمد لله رب العالمين. أنا باش نقول لك امرأة تقارعني في العطايا ولا في قرقنا ولا ما نجمش نكذب عليك باش عندي تكبر هذه ما نحطهاش في مخ لكن ما نجمش نسلك المهم حتى لبس استفاز الماكينة ما نلبسش الريزرفوار ورغم الا من عام 75 دخل الاتحاد وتعملوا له ضربه بالكومبريسوز وتدهنوه من داخل فهمتي وهذاك هو انا تو ما عادش نجم نرجع له غدوه مش نمشي لحمد الميل وبعد غدوه في صفاقس وما نجمش نشوفه معناتها المهم انت تنوبوا الجمعه يكون نهار الجمعه قبل ما تهبطوه عيطولي. ولقد سارعت هذه الهيئة بتجديد فتح مركز محو الأمية بالعطايا. أنا من عام 75 أنا من تما يا إلى يومي هذا ماشي أخت فكلنا ثقة ديما من تما في القيام بأعمال أكثر بقتل هم مقتنعين باش ديما يكركروا فيا باش نقعد معاهم أنا يلزمني نمشي نقوى ولا ما نقواش يلزمني نمشي معاهم في الخط معناتها عندهم ثقة فيا ما حضرناش وما برمجناش الشيء اللي انا واثقه منه معناتها في المسيره نتاعو في اللي انا نعرف روحي بنت البوري ان شاء الله نقولوا ونكونوا عند حسن الظن وتربيت بثقه وباحترام وان شاء الله نعملوا كل لكن وقت اللي انا كبرت وليت ام وليت عندي صغار وليت عندي مسؤوليه وعندي والسلام عليكم نحس بروحي عندي ثقه في روحي بس يعني نعمل به نعمل انا ان شاء الله نعمل كل به نحس بروحي معناتها الا انا نضيف والعلم عند الله راي الدنيا ثانية المواطنين كل ما يجيني على قضية نقف معاه والله ما نبخل وهذا يعرفون راه أخي أنا وقت اللي حطوني أم المثالية تعوا لعيد الشخص شنو معناه من غير ما نعلم تحصلت عليها عام 93 يعني اختاروا 10 سنة من كامل الجمهورية أنا عبارة نمثل ولاية الشخص مثلا البابو علاش قعدت ديما نتبع في المطلب حتى صاروا 7 سنين باش وافقوا لي على المطلب شويه نحب انا بنت البوري والنصف وشويه بالنسبه للمراه نحب نوريهم المراه شنية المقدر اللي اعطاها ربي باش هي توصل تقف جنبا لجنبا معاك في ستيلو في الفولو متاع الكهبة في الدمان متاع البابور في التراكتور في محراس البغلة في البالة في أي حاجة مش قول نزل وحط غالي لا مسميني وصيف دار البوري خاطر انا من صرت مسودة وكل حاقريني حيتني وصيفة وحيتني مشومة كل ما مش عاملين لي قيمة الزين البشر راهي خلقت الرحمن ما ملش حد روحه بيده امشي صحة يا ربي الصحة مالتوها وكان ميحوها قبلنا
يا يعني منبه عليهم في اذا مشيت البرد ومش نطلع على البابور ونقول لهم عيطوا لي عم صالح باش ما نحشمش وسط العباد. كي عيطوا عم صالح ما يلفتوش النظر للعباد. وقت ما نطلع على البابور ونلبس الجيراته ما عادش تفرجني مرا ولا راجل. بس كل كي بعضها اش يبان مني؟ بان مني شيء؟ ما نتعرفش. ايه هكا كي وليت معندها نخدم ونتعب وشنو المحرمه هذه ديما ونربط محرمه هكا نلقاها ماهيش لايقه بيا نلقى روحي كي تكازي. اما راسي يوجعني في الشتاء المظلمه ما تفيدش. ريت انا البحاره يلبسوا فيها الترابز انا كريم تصربوش اش كان عليه زعما. دي فما مره مشى معايا واحد هبط يسعى في المسعى وانا قعدت فوق البابو. راجل اخر بجنبنا يسعى في مسعته وقربني قال لي يا سي محمد. قلت له يا سي محمد تفضل تخش كاستاي. هو انا صوتي غليظ ما حسوش انه هو صوت امراه. قال لي اوكي جيت لهوني نقل عطويه تو انا عطويه بالذات نقل عطويه داروا لي على المسعى. قلت له يا سي محمد وسع بالك مولاها ربي. قال لي تو لو كان حتى كي يقيموا القرنيط يخليوا الحجره بما انت اما هم يقلبوها ولا يكبوها معناتها ما تسعاش. قلت له وسع بالك وما عرفنيش رجل ولا امراه وانا قعدت نضحك وما بقيتش نقول له راني امراه. مرة بيته في البحر الرجل معايا عنده فلوكه مشى رقد تحت رجل الشرفيه وانا خلاني في البابور. كانت الدنيا لاباس عليها عاد كبر عد ولا حجر كلها فض. بيني وبينك ربي يا البابور رامي المختار يقيم البرود وهكا ويهبط يغرف الماء بخشمه. قعدت نمشي على ركايبي باش سرحت له في الشيمه والليل ما يجيبك يا ليك وانا واقفه ونشهد حتى للصباح. فهمتني؟ اذا كتبت لي حاجه في وسطه ما بيجي ما نعمل ما يلزمنيش نخاف ما لا الواحد ياخذها وسطه. وقت اللي نطلع على البابور ما نوليش عندي 3-4 جرامات صحه نولي عندي 2 ملايين صحه وحالها تجي. نهار دخلت وخارجة انا خارجة ونخزر الحاجة بيضة وهي القرنيطة عندها تتلون برشا الوان ما عرفتهاش وليت خزرت مليح الماء ركبة ماء مش برشا مش ندور نثبت نتعثر في الريح نتاع الحصير نتكب على وجهي قبل وقمت مرعوبة خايفة تمد صوابعها تخطفني. ثبتها نقا العين نتاعها شنو هك ثبتها نقاها قرنيطة حشب وانا كنت باش نعمل هذا وفي دي مش قلت عاد انا تو مش نخرج نخليها نحسب روحي مراه. عاينت بين نظرها وضربت هكا انا ضربت هكا وهي قامت المشط وقالت لي بز قريب طيحني قامت المشط مشات اي قلت لها دوي قعدت يجي ساعه نتعارك معاها كي تمد المشط يده زوز مترو كي تمد صبحها تلحقني في صوابعي مسيب وفي دي من اليد الاخرى منجله نضرب وين نلقى فيها فضوه نضربها على راسها حتى غلبتي في الاخر ما نجمش نحطها في الكنستر على ظهري وانا مبلوله ومزمره قع ربطت لها راسها بحبل وخرجت نكركر فيها مشيت بيها للبراكه تولي يصير السوق هذايا عملت 13 كيلو. عاد فما راجل فهم الدار كي خرجت برا حطيتها في الكنستر فما راجل فهم البراكه راني ماشي هكا وانا مطبس عرف يجري نحالي من على ظهري قال لي يا صالح هذه قرنيطه ولا جوز ولا ثلاثه أنا وصلت تعبت قلت له ثبت عملها هكا بصبعه قال لي فما شاشيه برك شاشيتها لازم تقول اكبر من هذه قلت له هيك قرنيطه قال لي ولقيتها لقيتها مرمده قال لي ما خفتش منها قلت له هي خافت مني قال لي انا هبط من على ظهرك وبالحرام تو هي في الكنسر وانا خايف منها يا لو كان حسابها قرنيطه برك لان هبط عليك أو مازال موجود الراجل. كيف كي الدنيا ما هي ماشية بينا. أرمي هيك لهون أرمي. هات لهون هات لهون.
وهكا شنو؟ يا بنتي انت كيفاش تو؟ هيا باهي تو نعرف كل ماشي. وين مش تهرب تو سيء؟ هرقطة. فكرتني في البحر صعيب. مرة أولت عمنا غلط غششت أنا والصغار في حال صيف ولد يبدأ يتلموا في الدار. غششت هزيت البسكلة وخرجت البر. طلعت البابور اللي متعدي عيطت له قلت له مرشني خاطر واحدة من الجبل. قام لي المخطاف ومشيت على روحي. وين مشيت؟ مشيت نمرة 4 ورميت المخطاف سكت. غادي عندي مسعى يعرفوا هما شنو عندي مسعى وحطيته باش كيه ينزح الماء يشحط. غرست له خشم وحدي حطيت البسكلة على البرو انزح الماء هبط شمرته هبط درت في الحجرات لقيت شي لقرنيطة وطلعت إلا متعدي بحر وروح وشاليت لهم علمت لهم بحاجة جاوني قلت لي جا مرش له فيهم مخطف ما نطمنوش قلي خلا معك وين قلت له جيت وحدي قلي شو جيت وقت جيت وحدك احنا ريناك هون وإحنا مبحرين قلت له بيته هون قلي كيش بات هون وحدي هبلته لهبلت مرشوا لي وروحت اربطوا تو الاولاد جاوا للشط مقاش البابور يحسبوني بحرت انا وفلان ولا فلان خاطر ما نخرجش واحد قعدت نحكي قدام رئيس كبير قال لي انا بالحرام انا رئيس الريسه ورئيس بالحق بالفعل رئيس يا اللي يعطيني وزن الدنيا يلا نجي هنا وحدي في النهار مش مبات في الليل قلت له كلاني البحر كان كلاني كاتب لي باش نموت شيخ نموت انا غايتي مش باش نجيب المسوار ولا انا غايتي باش نخرج نجيب اللي حاجتي به الروح ونخرج يا ناس راهو فما امراه كيفكم في البحر راهي كيفكم انا ذي كان نجيب شيء معناتها اكثر من اللي حاجتي به ما عليا كان نبيعه اما انا نبيع كان فاضله نعطي ذاك اللي مشى معايا يمشي بيه ونطريق له في بعض اما انا باش نقيمه كما نقولوا طاره ونقول سق باش نبيع نستعار اصلا توسط رجال نحشم أنا تو عندي عامين في الدار وحدي الناس كل تعرف الريتم صار المغرب صار العشاء إذا كان خسرت توضيت وصليت ونزعت هاك الطبقة الفوقانية متاع الخروج يعرفوني مش نسكر بيتي ونقعد وحدي الوحدة هذيك متعودة به ما نجمش نغيرها لكن كي نسكر بيتي عليا وفيلم سوري يمشي كيف اللي يفرهدني شوي بمشي يكون جوزي بس هيكون أبوي وأمي. أنا مدينة لبنان. الحب مفهوش ديون يا بنتي. طول ما أنتم بتحبوا بعض ما فيش فرق مين بيدي ومين بياخد. عندي مغرومة فما برنامج يجي الصبح بكري على البحر. نعرش نسيت اسمه معناتها ما فيه برشا مغامرات وانا وريني البحر برك حتى في المنام حب ياسر متابعته عندك في فيلم بوليسي يجي بعد مع ماضي ساعة هكا كيف كيف نبي نجزر باش نقضيش عندي ونعمل أمور الكل ونجي نتبع كي يكون فيلم متاع تاريخ كيف كيف متبع هذا يا غرامي متاع التلوسة حتى كما نفهمش الكل بالقوة نعرف نجمش نقول لك نفهم ياسر ياسر بالفرنسي مثال دوا ساعات يجيو أصحاب الأولاد ولا حتى ناس نتعرف عليهم أنا نعدي روحي معهم مش قوية ياسر لك الكل
Elle est éblouie par la profusion du site et très étonnée par le nombril du colosse. J'ai réalisé que c'était du mort. أنا عشت في تونس العاصمة 16 عام وجبت فيها 7 دراري ومحلاتني كان كي راحت القرقنة ميزاتها ناس صابورين قنوعين. رحنا في الصيف تلقاش واحد مسكر بابه مبلجي السقايف الكل محلولة خطر عايشين في أمان ونخافوش في أي بلاصة. تو وقتها نقابل المرايا نخسر روحي نقول انا فين وقتاش مش كمل مهمتي خليني نرمي الاربعة. مانيش متوقعة باش نوصل اليوم عمري 64 وما زلت ما كملتش مهمتي. ماذا بيا هذه المحمد وهذه الصالح وهذه الفاطمة وهذه الحلومة باش كي نمشي الغد نبدا مرتاحه.